تواصل القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة مهامها الإنسانية في إنقاذ وإجلاء المحاصرين ونقل مواد الإغاثة لمتضرري إعصار لبان بمحافظة المهرة باليمن الشقيق. وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل من المملكة للوقوف مع الأشقاء في اليمن وتأمين المتطلبات الأساسية لهم من غذاء وإيواء. وبينت قيادة طيران الأمن أنه تم تنفيذ مهمة إجلاء لعائلة من 7 أفراد كانوا محتجزين بالغيضة وإيصالهم إلى منطقة يورب، كما تم إنجاز مهمة أخرى لنقل خيام وتوزيع أكثر من 1800 كيلوغرام من المواد الإغاثية إلى منطقتي منعر والرباب شمال غرب الغيضة.